هل يحق للطبيب إنه يفشي أسرار مرضاه على صفحات التواصل الاجتماعي وهو في معرض الدفاع عن نفسه؟ هو ده اللي حصل مع مصطفى حفناوي الشاب اللي توفاه الله، وبعد وفاته ظهرت أقاويل بتتهم المستشفى إنها أثرت في علاجه بشكل أدى إلى وفاته. وعلى إثر هذه الأقاويل ظهر تقرير طبي منسوب صدوره للمستشفى بيقول إن المريض دخل المستشفى وهو متناول لعقاقير مخدرة وعقاقير أخرى منشطة وغيرها مما أدى لتدهور حالته. القانون بيجرم إفشاء أسرار المرضى من قبل الأطباء، وإذا قام الطبيب بإفشاء أسرار مريضه بيكون مرتكب لجريمة إفشاء السر المعاقب عليها بنص المادة 310 من قانون العقوبات، واللي بتعاقبه بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر. طيب الأطباء هنا هيقولوا يعني إحنا هنقف مكتوفي الأيدي قدام الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا وتقول إن إحنا أخطأنا أو قصرنا في أداء عملنا؟ بالطبع لا. إذا قام أحد الأشخاص بالتشهير بيك على صفحات التواصل الاجتماعي تستطيع أن تتقدم ببلاغ للجهات المختصة لتقوم بالتحقيق معاه وردعه عن التعرض ليك، ولكن ما ينفعش تواجه الجريمة بجريمة زيها، ما ينفعش تواجه جريمة التشهير اللي لحقت بيك بجريمة أخرى هي جريمة إفشاء سر المريض بتاعك. وهنا برضو لازم ننوه، لأن الأشخاص ليهم الحق إنهم ينتقدوا الأفعال السيئة أو الأفعال الخاطئة، ولكن في إطار حق النقد المباح، بمعنى إنك إذا رأيت فعل من وجهة نظرك شايف إنه بينطوي على إهمال، فبيكون لك الحق إنك تنتقد هذا الإهمال ولا تتعداه إلى فاعله، تنتقد الإهمال ولا تنتقد من صدر عنه الإهمال. وإذا كنت شايف إن في شخص يجب أن يحاسب، تقدم ضده ببلاغ رسمي والجهات المختصة هتحقق معاه. ولكن إذا تعرضت أنت ليه وتناولته على وجه التحديد بالنقد، فأنت كده بتحط نفسك في موضع الشبهات وبتسلط على رقبتك سيف الاتهام، وهو ما لا ننصح به. أنت من حقك أن تنتقد الفعل ولا تتعداه إلى من صدر عنه الفعل.